السلام عليكم. بسم الله. أولا أرحب بكل المصريين الذين عادوا إلى أرض مصر، أرض كنان. مصر الغنية حباها النهر لجيل العظيم، لأرض الأسرة، لموارد لا حصر لها. إنما أدنى مات تاريخ مصر هو شعبه، وأبدا من شعب مصر نعتز بهم هم المصريين العاملين في الخارج، فهم سفراؤنا وهم صوتنا وهم رعاتنا وهم فرنا. وهذا كلام ما هوش كلام كرسي. فخلال السنتين الماضيتين كانت التحولات التي حولها المصريون العاملين في الخارج الى مصر المورد الاهم في ميزان مدفوعات مصر. كانت تحولات سنه 2011 و2012 بلغت 18 مليار دولار، وبلغت تحويلات النصف الاول من سنه 2012 2013 13 مليار دولار، وكل بانها ستصل الى اكثر من 20 مليار دولار من السنه. هذه التحويلات هي التي سندت سعر الصرف الجنيه المصري، هي التي سندت ميزان المدفوعات المصري، هي التي ساهمت في ان تستطيع مصر ان تمر هذه المرحله الصعبه في هذه الظروف الصعبه التي نمر بها. اعتقد ان صفحه المدينه في تاريخ بلادنا فتحت يوم 30 يونيو الماضي. صفحه اعتقد رات الحق يعود والباطل يزول باذن الله. صفحه مصممون من خلالها ان نحقق امان الشعب، امان الشعب في دوله ديمقراطيه عادله حديثه مدنيه باذن الله، نساهم فيها في بنائها جميعا العاملين في الداخل والعاملين في الخارج باذن الله. ان الوزاره مصممه على ان تعيد الى هذا المجتمع عدالته الاجتماعيه. ان الوزاره مصممه على ان تعيد الى مصر فكر التقدم، فكر التنميه، فكر الارتقاء الاقتصادي والثقافي. في وزارة الصناعة نحن مصممون على استعادة ثقة الأسواق العالمية، على استعادة ثقة المستثمرين في الداخل وفي الخارج. مصممون على تهيئة المناخ الاستثماري الجاذب للمستثمرين. ومن أجل ذلك عازمون على رسم خريطة صناعية حديثة لمصر. مصممون على توفير الأراضي الصناعية المرفقة التي تستطيع أن تجذب المستثمرين. وبالفعل بالتعاون مع وزارة الإسكان ووزارة المالية خطبنا خطوة في هذا المجال، حيث بدأنا في توفير 600 قطعة أرض صناعية مرفقة في العاشر مدينة العاشر من رمضان، سيدروها بإذن الله عدد 1100 قطعة جاهزة مرفقة ستطرح في المدن الصناعية المدينة الأخرى. مصممون أيضا على تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ولذلك بدأنا في توفير مجمعات صناعية مجهزة ومرفقة إلى جانب أو في داخل المدن الصناعية الجديدة لجذب الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي ولا شك ستشكل حافز بالنسبة للشباب وخريجي الجامعات.
الدخول في سوق العمل وفي سوق الانتاج وفي سوق الاستثمار من خلال هذه المجمعات. اننا لمد ايدينا الى العاملين في الخارج ونطالبهم بمشاركتنا من خلال الخبرات التي اكتسبوها في الدول الخارجيه. لمد ايدينا وندعوهم للاستثمار في مصر بلدهم الاول، مصر المستقبل، مصر التي ان شاء الله ستشهد نمو وارتقاء خلال السنوات القادمه نحقق فيها